الو، ايه صوت الهوا العالي اللي جنبك ده؟ انا في العربيه بسافر بني سويف. بني سويف؟ اشمعنى؟ من ساعه ما سبتك وانا بكلم الناس وبحاول اوصل لهم. اول واحد اول ما عرف انا مين قفل السكه في وشي، والتاني ما قالش حاجه مفيده، ولما طلبت ان احنا نتقابل رفض وقال لي ما عنديش حاجه اقولها لك. الوحيد اللي وافق ان هو يكلمني كان في بني سويف، فقلت لازم اروح له قبل ما يغير رايه. اهم حاجه بس خلي بالك من نفسك. ما تقلقيش، انت في جديد عندك؟ لا بس انا خايفه ومش فاهمه حاجه، مش عارفه اللي احنا بنعمله ده هيوصلنا لحاجه اصلا ولا لا. الو. رؤية يا استاذ، هي ما شاء الله زي الفل. هو انا لسه لحقت اشوفها ولا اعمل اي حاجه؟ انا بطمن بس. هتعملي اللي اتفقنا عليه امتى؟ اول جلسه ليها كمان يومين. ما عندناش يومين. هتكلميها دلوقتي حالا وتخليها تجيلك بكره. هتجيلك بكره وتاخد الدواء وتبقي عملت اللي اتفقنا عليه. انا اصلا كنت عايز اسالك على حاجه تانية، بس تلاقينا في موضوع مازن وتمار. اسمك هو اللي اسمه حاتم ده كلمك تاني؟ لا ما كلمنيش. انت مش فاهم، انا بقيت بتنفض لو جه اي صوت على التليفون. ما كلمنيش لا خالص. وبعدين انا مستغربه، يعني بعد كل اللي هو عمله ده واللي كان بيبعته فجاه هيختفي كده عادي؟ عمرو انت معايا؟ اه معاكي. انا بس كنت عايز اقول لك انه حتى لو ظهر تاني ما تخافيش، هنتصرف. الو، ازيك يا رؤية؟ ايه بهيره، انا اسفه معلش كان معايا تليفون. لا مفيش مشكله خالص. مال صوتك في ايه؟ لا مفيش حاجة، أنا بس كنت عايزة أقولك إن أنا ممكن أقابلك بكرة بدل بعده، عشان حصلت لي ظروف مفاجأة وجايز مبقاش في القاهرة. لا إحنا ممكن نأجل لو. لا 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 لا، مفيش داعي للتأجيل، لازم أشوفك قبل ما أسافر. إشمعنى؟ لا يعني عشان كل اللي بيحصل عندك. بجد مش عارفة أشكرك إزاي يا بهيرة، شكرا. اتنين كويس؟ اه كويس جدا. باي روحي.